مرحبا، جولة بداية الأسبوع صارت جاهزة من لوجين وحملة مع أكثر 3 أخبار تصدروا مواقع التواصل المختلفة وحديث متابعينا. لهيك خلونا نشوف شو هي عناويننا سريعا. البداية من العراق وبناء بيوت ملاصقة للسكة الحديدية عم بيفجر غضب العراقيين. وبتاني أخبار جولتنا لليوم رح نبقى بالبلاد العربية، وتالت حالة وفاة بالمصاعد بمصر، شو السبب يا ترى؟ رح نعرف بسياق الحلقة. أما بالختام فحيكون عند حادث مأساوي كمان بمصر مع تيك توكر شهيرة أفقد حياتها، وحنكتشف لغز الوفاة. هي كانت العناوين، تفاصيل من بعد ما نعمل أول لوجين على فيسبوك. فيديو تم وصفه بالصادم بين العراقيين لواقع الحال يلي عم بيعيشوه، ومو بس مشاعر الصدمة ولكن أيضاً مشاعر الاستفزاز والغضب سادت الأوساط العراقية من بعد ما انتشرت مجموعة من المشاهد على نطاق واسع. بس يا ترى شو مضمون الفيديو؟ رح خبركم فوراً. موجة من الجدل الكبير والسخرية سادت بين الناس ورواد السوشيال ميديا بالعموم من بعد ما شافوا مشاهد لقطار عم يعبر سكته الحقيقية. ولكن المشكلة مو هون، المشكلة إنه البيوت والمدارس بنيت بشكل ملاصق تماماً للسكة الحديدية. هذا الشيء يعتبر كارثة حقيقية، لأنه أصحاب هاي البيوت عمروها من دون أي مراعاة لوجود هاي السكة الحديدية، وما تركوا ولا مجال لا للأمان أو حتى ليمشي القطار من دون ما يوقع أي خطر سواء للسكان أو حتى لأطفالهم. وبالتالي ما أعطوا أي اعتبار لا للقانون ولا لحرمة الأراضي وأيضاً لخطورة المكان على عيالهم. وما بدها شرح الصورة، لأنه مثل ما أننا شايفين القطار كان عم بيمشي بمحاذات البيوت الموجودة على طرف، وليتساءل الكتار من العابرين بهذا المكان يلي هن بالأساس صوروا هاي الفيديوهات، أنه كيف بيتم بناء هيك منازل بهيك مكان خطير. ووجهوا سؤالهم لوزير النقل أنه وينه من كل هاي المخلفات يلي عم بتصير. طبعاً كلياتنا ملاحظين أنه القطار عم يمرق بالتصاق مباشر مع المنازل، ليتساءل آخرين مين باع هيك أراضي تعتبر ملك للدولة من الأساس. غضب كتير كبير بين رواد السوشيال ميديا بالبلاد واستياء واسع. وقالوا الكتار أنه معقول هدول السكان ما لهم خايفين على أولادهم؟ هزولت. طبعاً ما خلي الأمر أيضاً بين رواد السوشيال ميديا من الاستهزاء ويلي استلموا هذا الفيديو. فالبعض قال أنه هيك لما تشتري بيت ويقولوا لك أنه مخدم، بالفعل مخدم لدرجة أنه حتى القطار بيمرق من بيتك، ليطالب الكتار بالتحقيق بهي الحادثة ومحاسبة المسؤولين. يعني بأي لحظة حدا من السكان كان ممكن أنه يتعرض للخطر، هو أو أي حدا من عائلته أو حتى السيارات يلي كمان بتمرق من هذا المكان. تاني أخبار جولتنا لليوم وتاني لوجين على إكس. بحالة هي الثالثة من نوعها من وقت بدء خطة تخفيف الأحمال الكهربائية بمصر، توفى مواطن حاول أنه يخرج من الأسانسير من بعد انقطاع الكهرباء. يعني وضع الكهرباء تقريباً بكل البلاد العربية سيء نوعاً ما أو سيء بالمجمل. تفاصيل الحادثة صارت لما انقطعت الكهرباء أثناء نزول الشاب من شقته بالطابق 11 عبر المصعد الكهربائي. طبعاً الرجل خرج من بيته وزوجته عرفانة أنه حينزل بالمصعد، وبحسب تصريحاتها كان لسه بدها تقريب العشر دقائق الكهرباء لحتى تقطع، وحاولت أنه تتصل فيه عدة مرات من بعد فصل التيار الكهربائي لحتى تطمن عنه. وأكدت أنه بوقت المصعد كان ما بين الطابق الثامن والتاسع، وحاول أنه الرجل يلي كان موجود بالمصعد أنه ينقذ نفسه وينقذ الطفل يلي كان معه من أحد أبناء سكان العمارة ذاتها. ففتح باب الأسانسير من خلال القاطع أو السكينة الرئيسية يلي كانت خاصة وموجودة فيه، وللأمانة نجح وطلع الطفل ببداية الموضوع. ولكن للأسف لما إجا لحتى يحاول يطلع نفسه اختل توازنه، بدل ما ينزل على بسطة الباب وقع ضمن نفق المصعد ذاته. فتحرك الجيران من بعد سماع صوت مفاجئ وقوي جدا، وتبين بعدين وقوع الرجل. هرعوا الجيران وطالعوه ونقلوه للمستشفى يلي للأسف لفظ فيه أنفاسه الأخيرة. طبعاً وبحسب التقرير الطبي الخاص بالمتوفي فأصيب بنزيف داخلي بالمخ والبطن. وهون بدأ الجدل الكبير بسبب إرجاع الحادثة لغياب الالتزام
وهذا الشيء اللي عمل جدل كتير كبير وواسع وجديد من نوعه بالأوساط المصرية. طبعاً النيابة العامة حققت بهي الواقعة وتأكدت من عدم وجود أي شبهة جنائية فصرحت بالدفن وطلبت عدم استخدام الأسانسير حتى قيامها بالمعاينة واستعجلت بالتحريات الأجهزة الأمنية لحتى تعرف شو هي الظروف وملابسات الواقعة. أكيد الرحمة لروح هذا الشاب والله يصبر عائلته على الفقد الكبير يلي فقدوه. ويعني في كتار من رواد السوشيال ميديا قالوا أنه الحق عليه لأنه هو ما طلع بالمصعد بوقت عرفان فيه ممكن تقطع الكهرباء أو طلع بالمصعد بهذا الوقت، ولكن مو هذا السبب الرئيسي، لأنه شركة الكهرباء يمكن من بعد أيام عيد الفطر ما عادت عم تلتزم كانت بكل الإجراءات أو بمواعيد التقنين يلي كان مفروض أنه هي تكون ملتزمة فيها. بالنهاية ما فينا نقول غير قدر الله وما شاء أفعل. آخر أخبار جولتنا لليوم وآخر لوجين على تيك توك. بآخر أخبار جولتنا لليوم فرح نبقى بمصر فيها، فلفظت التيك توكر الشهيرة إسراء روكا أنفاسها الأخيرة من بعد ما تعرضت لحادث سقوط من أعلى جسر لما فقدت السيطرة على عجلة القيادة واختلت منها. ليكون آخر مشهد ممكن تشوفه أو شافته هو سقوطها من مسافة 10 متر بلمح البصر وهي عم بتحاول تستغيث بأي حدا موجود بالمكان، وهي اللي صار أنه تجمع المئات حولها وهي غير قادرة على طلب المساعدة بسبب تهشم جسدها بالكامل لتفارق الحياة. ولكن صار مشهد وفاتها لغز محير للآلاف من متابعينا بمصر. المباحث من وقت الواقعة عم بتحاول أنه تكشف ملابسات هذا الحادث بالكامل من خلال تصريحات المارة يلي قالوا أنه تفاجأوا بالشيء اللي صار وسقوط السيارة من أعلى 10 أمتار من بعد ما دمرت جزء كتير كبير من الجسر، ووسط الازدحام الشديد يلي كان موجود وصلت سيارة الإسعاف ورجال الأمن وتم نقل التيك توكر للمستشفى، ولكن للأسف كانت لفظت أنفاسها الأخيرة بسبب هذا الحادث وتم نقلها للمشرحة. تبين من التحقيقات أنه كانت التيك توكر ماشية بسرعة جنونية وكتير كبيرة، هذا الشيء اللي خلاها يمكن ما تتوازن بالقيادة وتنحرف مع عجلة القيادة فأدى للأسف للوفاة من بعد ما انحرفت السيارة لتصطدم وتوقع عن الجسر لتفارق هي الحياة من بعد يمكن دقائق قليلة ومن بعد ما تبين إصابتها بكسور بالجمجمة وبالإيد وبالظهر. وبصراحة هذا الخبر وخبر وفاتها حصد تفاعل كتير كبير بين أصدقائها ما بين تعليقات وفيديوهات الصدمة والعزة والتساؤل عن حقيقة وفاتها، ولكن بالنهاية السرعة بالسواقة من بعد التحقيقات هي كانت السبب بالنهاية. الله يرحم روح إسراء ويصبر أهلها، وما فينا نقول غير القيادة بشكل بطيء وحذر هي يلي ممكن أنه تحمينا من كل شيء ممكن يصير. يعني للأمانة مجموعة من الأخبار يلي كانت حزينة نوعاً ما، ولكن بكتير من الأوقات بتقصد أنه أنا حط هيك أخبار كرمال نضوي على فكرة معينة أو على موضوع إذا كنا حذرين فيه ممكن أنه نتلافى مصيبة لا سمح الله ممكن تصير معنا. أنا مع هذا الخبر كون وصلت لنهاية جولتنا اليومية من لوجين. أكيد لكل الأشخاص يلي حابين يشاركونا الأخبار والفيديوز والقصص الترينتس يلي عم بيشوفوها على السوشيال ميديا ببساطة بتقدروا تفوتوا على صفحة لوجين أو حتى على صفحة قناة سماع الرسمية وتتركوا لنا كل اللينكات والفيديوز والقصص والأخبار يلي حابين نحكي فيها وعنا. أنا هي كانت حلقتي وهدول كانوا كل أخباري، موعدي معكم بيتجدد بكرة إذا الله راد بنفس التوقيت على شاشة سماع الفضائية. ومن هلأ لوقتها دلكم بألف خير. باي باي.